هذا الشخص ألمني كثيرا، لأنه يفترض أن تربيتنا وأخلاقنا بغض النظر عن كوننا صحفيين أو صحفيين يفترض أنه ما تسمحناش أننا نتهم أي كان بالخيانة، فما بالك أن نتهم شخص يخالفنا في الرأي. الحيل ضروري، لأنني قد كنت محايت لموضوع بعض الشيء. موضوع أنك تنتقد الجميع، موضوع أنك تعطي الصوت للجميع، تعطي الكلام للجميع، للمعارضة، الموالاة. الموضوع أنك تنتقد تقول للمترشح الفلاني أنك ربما أخطأت، تقول كما تقول للمترشح بالفريق نفس الشيء. شروق مثلا تعرضوا إلى انتقادات كبيرة وإلى حملة تشويه وتخوين، يلوموهم لماذا اتخذت هذا الموقف ولماذا اتخذت هذا الموقف. هذا التدليس، هذا يعني استعمال المنبر اللي راك تشتغل فيه من أجل الدعوة إلى بعض الأشياء اللي هي تلزمك إلا أنت، لأنه داخل قاعة التحرير فيها اليساري، فيها اليميني، فيها الإسلامي، فيها غير الإسلامي. بعض يقال يساند بوتفليقة، لماذا أنت تساند بوتفليقة؟ يساند علي غديري وعلي بلبليسة غير ذلك. لكن الصحفي أعتقد شيء اللي ما فيش حتى نقاش، أنك عليك أن لا تخلط بين العمل تاعك الصحفي في جريدة تنقل الخبر ولا دير التحليل ولا دير العمود، وبين انك تناظر من اجل يعني الشخص الفلاني. يمكن لوسيله اعلاميه ان تختار مرشح معين ولكن دون ان تقصي الاخر او تتهمه او تحاربه. من حق اي صحفي ان يساند اي مترشح كان، من حقه كمواطن جزائري، من حقه، يعني هذه من ابسط حقوقه. الاعلامي عندما يبدا الدعايه البروباغاندا يتوقف عمل الصحفي ويصبح مناظر. الكرونيكور تاع الجريدة الأستاذ سعد باقوة وأستاذنا كاملين يعني يتخذ موقف وكأنه معارض. تموقع وسائل الإعلام مع هذا المترشح، وذاك أيضا الناشطين السياسيين ينظرون تقريبا بنفس العين إلى وسائل الإعلام. يعني سيتوني با افيك مو تشي كونتر. بعض الصحف كانت تناظر أجل المترشح علي بن فليس. نعم. الوطن مثلا. بعض يطلب من الصحفيين يكونوا ناشطين سياسيين وكانوا ينتظر منك تولي معارض او مؤيد او ويلغي عليك صفه صحفي. ليس للصحافه ان تاخذ موقفا مع هذا المرشح او ذاك. اعتقد ان الحكومه ما عندها حتى المبرر، اقول الدوله حتى اقول الحكومه، باش ما القنوات هذه ما تكونش عندها اعتماد. لما صحفي يتخذ موقف متزن وفقا للقانون ولاخلاقيه المهنه يقولوا له انت جبان وانك متابعت الماتش وانت تاع فلان وتاع فلان. الصحفيين صاروا يخافوا على رد الفعل تاع الناس الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي، ويفترض ان الصحفي ما يخاف. المواقع بعض الصحفيين البارزين والمعروفين في الجزائر مثلا اتهموا صحفيين اخرين او شخصيات اتخذت هذا الموقف او هذا الموقف يعني بالخيانه وعدمي الشرف الى اخره. هذا البرنامج يبث في هذا التوقيت.